بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني أنا سمعت البث المباشر اللي بثه أخي الحبيب عبد الله الشريف حول الحملة اللي قامت عليه، وأراد رد اعتبار له ولأهله ولأسرته اللي على رأسنا جميعا من فوق، وعبد الله يعني أولهم. وأنا من أول الحملة دي ما أثيرت تعمدت يعني أدافع عن عبد الله بدون ذكر الاسم. اللي هيرجع على قناتي هيلاقي فيديو بعنوان كيف يفبرك نظام السيسي تسجيلات الجنسية لمعارضي، وجبت ازاي بتتفبرك الحاجات دي من غير ما اقول عشان تبقى المادة عامة بوجه عام، ولا اذكر اخي عبد الله لعلة ان انا عارف الكلام ده بيأذي ازاي الاهالي والناس، بنات الانسان، اهله، زوجته، ناسه. فلا كلام طبعا اخواننا لا يليق ولا يجوز شرعا ان احنا نضع الناس في محط الاتهام او كذا. بالعكس، موقف الانسان المسلم في هذه القضايا لما يكون فيه خوض في الاعراض، قوله تعالى: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا افك مبين. الاصل ان احنا لا نقبل ابدا التشكيك في سلوكيات الناس المعروفه بيننا. ولذلك يعني انا تضامنا مع يعني اخي عبد الله يعني بقول له بالنيابه عن كل الاخطاء عنا فيك. انا طبعا الحمد لله لم اخطئ ولا اظن إلا أخطأوا إلا ناس قلة أو أساءوا الظن، بالنيابة عنهم جميعا بقول لك يا أخي عبد الله حقك علينا جميعا، ويعني صفحة وانتهت، لا تفكر فيها كثيرا، كمل طريقك. ويعني ياما الطريق ده وانت أدرى وعارف كويس هتلاقي فيه من مثل هذا الأمر، وحقك علينا جميعا، وربنا يوفقك ويعينك ويحفظك ويحفظ الجميع ويحفظ أسرتك وأهلك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.